ما يخفالكش باللي انا عملت دوز ايكول، عملت ليكول دو تلامسان و ليكول دالجي، وقريت لا ميوزيك. انا قريت لا ميوزيك والله يسلمك، وموهبه ما عند الله، موهبه ما عند الله سبحانه. وزيد حنا نروح لك شويه بعيد نعاود نرجع لك، وحنا كل عائله فنيه من الاب حتى الاخ الصغير. الاب ديالي الله رحمه الله كان يصنع الالات. شكون اللي شجعك لدخول مجال الفن؟ هو اللي الوالدين ديالي هما اللي شجعوا لي بطبيعه الحال، تلقى منذ الطفوله. وي وي حصل الطفوله. انا نقول ماشي انا كليت الفن، الفن كلاني. هذه هي. وزيد الاب ديالي والوالدين تاعي رحمهم الله، ربي يرحمهم برحمة الله، هما اللي زادوا شجعوني وزادوا عطوني القوة وعطوني المجهود هذا. والأب ديالي نروح لك، كان الله يرحمه كان يعزف على الآلات وكذلك يصنع الآلات لي انسترومون اكورد. وكبرنا في هذا الشيء، كان في عمري 4 سنوات. وين مضى باش ننقلوا للجمهور المدينة اللي ترعرعت فيها زكية قرطبة؟ مدينة تلمسان. تلمسان وي، في تلمسان. وكنت على لاج دو 4 سنوات نسخبر وحدي نغني، كنت نحب الموسيقى الاندلسيه.